صرح مصطفى ياسين منسق التعليم الفني بالإسكندرية وأحد مؤسسي مبادرة انزل اشتغل بأن هدف المبادرة هو مساعدة الشباب على العمل خلال الدراسة ومنحهم مكافآت تشجيعية. وأكد ياسين أن جلسات الحوار الوطني الخاصة بمحور التعليم اهتمت بالتعليم الفني المبني على تخصصات متنوعة. عايزين نخلي الشاب أو الطالب من وهو بيدرس يشتغل، يدرس في المهن والمختلفة ويذاكر فيها هينجح، لأن طبعا التعليم الفني مبني كله على تخصصات، التخصصات الفنية الصناعية الزراعية التجارية الفندقية. فإحنا استندنا للبند رقم 8، المادة ديت بتقول بالذات في فقرة 9 إن إحنا عايزين نخلي الطالب اللي يشتغل ويدرس ممكن إن الدولة تساعده في مكافآت، بنديله مكافأة وأثناء ما بيتدرب بيطلع يشتغل في سوق العمل، بيبقى فرصة لسوق العمل إن فعلا محتاجينه في ويتدرب، خلاص بقى شبه مؤهل لأنه يبقى على طول يتعين مباشرة فين في سوق العمل. فإحنا من نادي بالفئة ديت كلها اللي هي اتدربت من خلال طبعا مشروع النهاردة، إن الطالب مجرد إن هو تأهل بالمهنة بتاعته ونجح فيها على طول اوتوماتيك على طول بيشتغل في المصنع او الشركه او المؤسسه الصناعيه المختلفه.